إذ أنزلت عليكم عذابي. لذا يا إخوة ويا أحبائي، هذه اللحظات هي من أسمى اللحظات، لحظات السحاب. يتباهى جل وتعالى أمام الملائكة: يا ملائكتي، يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي. إذا جن الليل تركوا مضاجعهم من أجلي. هذه التباهي في هذه اللحظات، لحظات حاسمة، لحظات السحاب، لحظات التباهي. الملائكة تتباهى بكم في مثل هذه اللحظات. ومن أفضل ما نشرع أيضا فيه بالدعاء بعد التوبة بأنا. أنا ماذا؟ أنا اللي تسحق وجودي. أنا الصغير الذي ربيت. أنا الجاهل الذي علمت. أنا الضال الذي هديت. أنا الوضيع الذي رفعت. أنا الخائف الذي أمنت.
وكان لك مصليا. Thank you.
Oh.
الصوت.